مساء الخير. العاصفة الثلجية اللي ضربت لبنان كللت جبالنا بالثلج الأبيض وتهيئت حلبات التزلج لاستقبال الزوار وافتتح الموسم بكير. موسم مبارك. نتمنى من أهلنا ببلدان الاغتراب أنهم يجوا يزوروا لبنان ويتمتعوا بالمناظر الطبيعية الخلابة ويعملوا سكي وانتبهوا من شي زحطة. أما الطقس لبكرة بلبنان فمشمس مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، ومنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية. منروح سوا إلى شمال لبنان حيث عم بتسجل بعكار قدام معدل درجات الحرارة 6، طرابلس 16، جبال 16. إذا مثل ما ملاحظين في ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بكافة المناطق اللبنانية، 16 بسور، بنت جبال 11، النبطية 11، راشية 10، زحلة 10، بعلبك 3، الهرمل 12 درجة. أما الرطوبة فبتتراوح بين 55 و75%، حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، والرياح بتكون شرقية إلى شمالية. أما كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ خلينا نشوف سوا. لليلة رح يسجل أدناها 7، وكان سجل أقصاها خلال النهار 19. 3 مشمس كلياً تتراوح بين 27، والأربعة بين 28. ومنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ مشوارنا إذن من الرياض 12، بغداد 9، دمشق 11، القدس 11، مننتقل من بعدها إلى الرباط 11، الجزائر 11، تونس 10، ومننهي مشوارنا بباريس حيث عم بتسجل درجتين، برلين 5 تحت الصفر، وروما 7. وهيدا كان كل شيء. باي.